السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مدفع رمضان زي ما انتم شايفين، من علبة موبيل هنكسيها بخامة بتاعت الخيامية وإزازة هنرشها أبيض، وهنعملها برضو بالخيامية، وهنجيب غطيين صغيرين عشان نعملهم رجول المدفع، وهنجيب عصايتين وهنكسيهم من نفس الخامة علشان خاطر نعملها حامل للإزازة. يلا بينا نتابع الفيديو.
الفكرة تكون عجبتكم، فكرة سهلة وبسيطة، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. مع السلامة.